وعينيه مقفولة، ادينا له حاجة في ايده الشمال وطلبنا منه ان هو يقول ايه هي، ما كانش مسموح له انه يلمسها بايده اليمين. طيب السنسيشن الاكزامند يبقى ايه؟ اكيد ستيريوجنوزس زي ما احنا عارفين في العملي، ادي لك حاجة في ايدك وعينيك مقفولة تكون فاميليار وتعرف نوعها. اسم التراكت دورزال كولم، وللدقة كونييت تراكت لانه ده كاري السنسيشن فروم ذا ابر ليمب. طلبت منك الاريا اوف بيرسبشن، مين اللي استقبل في الكورتكس الحاجه اللي في ايدك وعارفها؟ هو السنسوري اسوشيشن اريا ان بارايتال لوب، ودي عليها درجه مهمه قوي لان في النظري لو البارايتال لوب افكتد يعمل يونيلاترال نيجلكت او امورفو سنسز. اني هيمسفير حطيناه في ايده الشمال، يبقى عشان الكروسنج رايت هيمسفير. قول لي مرضين السنسيشن بيبقى لوست، دورزال كولم، تقول لي سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف سباينال كورد صح، تقول لي فيتامين بي 12 ديفيشنسي لان المايلينيشن اوف الاي بيتا اللي شايل الستيريوجنوزس يتاثر صح، تقول لي ليجن ان سالاموس ان كورتكس ان اسوشيشن اريا، المهم اي جزء في الباس واي ممكن يتاثر. اني هيمسفير يحدد الفيربال اكسبريشن، طالما هتتكلم يبقى ليفت هيمسفير، زمان كنا بنسميها دوميننت ودلوقتي كاتيجوريكال هيمسفير. لاحظ ان الاسئله اتنقلت من سنسوري من كويستشن 1 تو 4 وبعد كده هتبقى هاير برين فانكشن. enumerate in order the areas stimulated، عايز تقول لي بالترتيب ايه اللي حصل من اول ما حسيت الحاجه في ايدك لغايه ما نطقت وقلت ايه هي. association area in parietal lobe، بعد signal للvernix area، والvernix بتحط الايديا في سنتنس، دي الفهامه اللي هتقول لك الفكره ايه هي، تبعت للاركويت فاسيكولاس القوس اللي يوصل لاريا الكلام البروكس اريا، اريا 44 اللي هي تشغل الفوكال كوردز وتبقى موتور سبيتش. اخر سؤال، لو عملنا رسم مخ للعيان ده تتوقع الويف ايه هي؟ كلنا عارفين ان الويفز الفا وبيتا وسيتا ودلتا وسيجما. لاحظوا معايا في اول الكيس قال ريلاكسد بيرسون ويسكفرد ايز، يبقى انا هقول الفا ويف بتشتغل. طب طالما هو فكر الحاجه اللي في ايده ايه هي، يبقى تتحول الالفا الى بيتا ويف، عشان كده اللي يقول الفا ويف صح واللي يقول بيتا صح.